انتوا عارفين ابراج العالمين صح؟ بتحبوها مش كده؟ حلو جدا. في ناس كتير جدا تقعد تقول لك يا سلام اشمعنى بقى في العالمين؟ لا هو بتتعمل في حتة تانية. بتتعمل في حتة تانية يعني، يعني في مشروع كبير جدا بتعمله الدولة اسمه بقى ايه، تحديث او تطوير عواصم المحافظات. هل كنت تتوقع عزيز المواطن مثلا انه احنا في كفر الشيخ، ولا احنا مثلا في الغربية، ولا احنا في الدقهلية، ولا احنا في المنيا، الخ الخ، هيبقى في عندنا ابراج زي بتاعة العالمين دي بقى 30 دور و40 دور والاشكال المميزة وما الى ذلك؟ الصورة اللي حضرتك شايفها دي بتقول ايوه اهو دي ان شاء الله، ان شاء الله هتلاقيها موجوده في كفر الشيخ. بدء انشاء التجمع السكني الثالث، مش الاول بقى، الثالث، اول تاني خلاص نشتغل على الثالث. هيتعمل فيه 13,000 وحده سكنيه، 8 ابراج ايقونيه زي اللي ما حضراتكم كنتوا بتشوفوا الصوره بتاعتها، زي اللي موجوده في العالمين الجديده. 30 دور 40 دور يعني، لا ده مصر بتتغير جدا. خلونا ناخد معانا على التليفون سياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. مأخرينك انا عارف على المواعيد، اعذرني. لا بحضرتك. اعذرني، بس كنا بنحاول نوعي المواطنين بموضوع الملصق الالكتروني برضو، اكيد حضراتكم في المحافظه بتعانوا من المساله دي برضو. طبعا حركه المرور مهمه جدا لاي عاصمه محافظه او العاصمه الرئيسيه. بإذن الله تبقى كل حاجة زي الفل. الصور اللي احنا بنعرضها دي على شاشة يا سيادة المحافظ دي، ده بجد يعني احنا هنشوف كفر الشيخ إن شاء الله قريب كده؟ هو الحقيقة في إطار المبادرة الرئاسية اللي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. الحقيقة تم اختيار 3 مواقع لـ3 تجمعات سكانية في شرق وغرب مدينة كفر الشيخ. بالفعل من 3 اشهر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه استلمت موقعين وابتدى الانشاء، ووصل في غرب المدينه في منطقه تحيا مصر او في الشرق خلف الجامعه الحاليه للدور الثالث. الحقيقه غابه من الاماكن بقى الخوازيق والحفارات والعمل وثلاث محطات خرسانه. الناس لان احنا كان عندنا تراكم في طلبات الاسكان الحقيقه كان على مدار السنوات السابقه، فالناس بقى عندها امل انه خلاص هيتحقق وجود وحده سكنيه بالنسبه له. لما لقى الموقعين ابتدوا يشتغلوا والهيئه الهندسيه بنفسها، الحقيقه الحركه بقت اكثر من نشطه. الاهم منه ان احنا انشانا كمان طريق يربط ما بين التجمعين السكانيين دول، هو محور سعد زغلول، عشان يخدم التجمعات السكانيه الجديده دي، وفي نفس الوقت يخدم يربط المدينه شرقها بغربها. حلو. امبارح الحقيقه الهيئه الهندسيه جت استلمت التجمع الثالث، وده في مدخل المدينه بجوار الجامعه، يعتبر كان جزء يكمل التجمع السكاني اللي موجود. حقيقه هيتبني فيه 162 عماره بارتفاع 11 دور واربع ابراج على ارتفاع 30 دور واربع ابراج على ارتفاع 40 دور. حقيقه حلم هيغير حياه المظهر في كفر الشيخ وحياه المواطنين، وشرف لنا الحقيقه ان تم اختيارنا نبقى المدينه الثالثه ما بعد العاصمه الاداريه والعالمين عشان يتنشئ فيها تلك الابراج، بخلاف مراكز تجاريه، اماكن اداريه، مجمع لمدرستين دوليتين، جامعة للتعليم الفني الدولي، نادي اجتماعي، 3 مساجد، لاندسكيب ضخم، اماكن الانتظار اسفل تلك العقارات بمسطح المكان كله، والاهم انها في وش الجامعه الحقيقه. ويعني أنا بنقل الحقيقة امتنان أهالي كفر الشيخ للدولة وفخامة الرئيس بيه إنه المشروع هيغير الحياة، لأنه أولاً في الإنشاء في حوالي فرص عمل أتيحت حالياً لحوالي 15,000 من طائفة المعمار، ثم بعد ذلك الأماكن دي هتتيح حل المشاكل الإسكان وهتتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأنشطة التجارية والإدارية وخلافه والأماكن التعليمية اللي هتتنشئ. فالحركة
يعني مش هتدب بس انشاءات، لا هتدب في كل حركه العاصمه المحافظه. ده اكتر من رائع يا فندم، انا عايز اشكرك جدا واهنيكم مقدما على هذا التطوير وهذا الوجه الحضاري الجديد لمحافظه كفر الشيخ.